مشاهدين، اهلا بحضراتكم معانا مره تانية في النور. مشرفني جدا وجود استاذه بسنت فهمي، عضو اللجنه الاقتصاديه بمجلس النواب وخبيره السياسات الماليه بقى والبنكيه. اهلا بيك يا اهلا فندم، وسهلا يا فندم، منورانا، وكل سنه وحياتك طيبه. وسعادتك طيب والناس كلها طيبة ان شاء الله. حضرتك يا فندم كنتي بتنورينا ربما من قبل تعافي السياسات النقديه والماليه لمصر، وكعاده الكبار كنتي بتقولي بصراحه يجب ان يحدث ويجب ويجب ويجب، وبعد كده باتضاع الكبار برضو قلتي انه حصل دوت، وما قلتيش ان ده كان بناء على توجيهاتك ولا حاجة، لكن اجمالا كده ماذا قدمنا في مصر ل 2018، لشعب مصر في 2018 في الرافد الاقتصادي اللي ممكن ينقل حياتهم نقلة كبيرة؟ خليني أركز زي ما حضرتك تفضلت على موضوعات، يعني مش عايزة أقول ما كانتش على بال المصريين. صحيح. اللي حصل في العشوائيات ده مشروع عمره ما حصل في أي مكان في العالم. صحيح. حضرتك أنا سافرت الدنيا كلها، كل بلاد العالم فيها عشوائيات، عمر ما بلد في العالم عملت اللي اتعمله، الطفرة دي لا يمكن. انا هقول لحضرتك حاجه صغيره، يعني عفوا في قطع كلامك، والدتي اتصلت بيا امبارح اول امبارح قالت لي ايه غيط العنب دي، فين شفت غيط العنب دي؟ شفت فقلت لها غيط العنب دي اللي طالع منها كوم الدكه، وغيط العنب طالع منها سيد درويش، ودي كانت من أسوأ عشوائيات مصر، وكان ليها تاريخ وطني غيط العنب في مقاومه طبعا الاحتلال طبعا 1882. قالت لي ايه الجمال ده وايه شفت الجناين والملاعب و... لا وقارن كانوا فين. اه طيب امبارح ايضا او اول امبارح انا كنت في رحله الى بورسعيد ومحور قناه السويس، وعلمت ان بورسعيد اصبحت اول عاصمه خاليه من العشوائيات. الله. عايزه اقول لحضرتك، مش عايزه استخدم الفاظ تقيله كبيره، لكن ده لم يحدث في اي مكان ان الناس تبقى عايشه كده. ومش عايزه اوصف، يعني حضرتك انا كنت بروح العشوائيات كنتش بصدق اللي انا شايفاه. يعني الإنسان المصري البسيط علشان هو يغير عيشته ويغير قيمه الثقافية اللي هو بيتبناها والاجتماعية، إن هو ما يحطش قماش قدام البيت، ما يولعش في زبالة قدام بيته، يطلع هباب هو أسود على معذور، حيطته، يعني هو احنا معذور. سبناه آه في عيشة. انا مش عايزة استخدم الفاظ تقيلة عشان ما اجرحش حد، أمم انما لو عملنا مش لو كنا عملنا بس مشروع العشوائيات آه ده اعجاز، أمم لان زي ما تفضلت حضرتك ده مش شلنا الناس من هنا حطيناهم هنا، لا دي حياة ثقافية علمية رياضية اجتماعية. صحية اجتماعية نفسية. صحيح يعني صحيح انا لما بقيت اشوف الاولاد وهم بيخشوا البيوت ويبقوا مش مصدقين عينيهم، يخشوا يقولوا دي سريري ويقفوا يتنططوا على سرير، عمرهم ما شافوا حاجه كده. طبعا الحمامات طبعا حضرتك طبعا يعني شيء كان غير مقبول. فانا لو جيت قلت فقط العشوائيات ده اعجاز، ناهيك على المدن الجديده والبنيه التحتيه، يعني انا مش عايزه اعدد، لكن ومش كل مدينه يعني ده السكن، ده سكن وصناعه وزراعه وصيد اسماك، مشروعات قناه السويس مبهره، أحواض السمك غير معقولة. صحيح لسه الوضع ما انعكسش على ما شفناش حياتنا الاوتكم ده اليومية، بالظبط. لكن انعكس على ملايين. يعني مثلا ما يجي أقول هو مين اللي اشتغل في المشروعات دي؟ مش بنا مصريين، طبعا مهندسين طبعا مصريين. العاصمة الإدارية وحدها مليون طيب ونص اللي فرصة اشتغلوا عمل في تقريبا الكونستراكشن ستيج، يعني اللي اشتغلوا إقامة تقريبا المنشآت. في كل ده ما بين 3 و5 مباشر وغير مباشر. صحيح. مين المصانع اللي باعت؟ في ناس حست طبعا، في 5 مليون، انا لو قلت لو متوسط الاسره 5 ادي 25 مليون مصري. بالظبط. فكلمه محدش شعر دي حقيقه كلمه مش وده عادله. لسه احنا بنجهزها عشان تبتدي تشتغل، لسه بنقول يعني احنا ما شفناش مثلا منتجات السمك، لكن بالظبط، عشان نعمل احواض السمك شغلنا ناس قد ايه ولسه ما شفت حضرتك المنتجات الزراعيه، بتاعت الصوب. شيء اه رهيب الحقيقه. مليون يعني كام؟ حاجه مليون ونص طن خضروات من لسه الصوب لما بتزرع تخلص. 2.5 مليون نخلة. اه النخل ده بيطلع الحب بتاعه، بيطلع منه مخصبات للأرض وبيطلع ايوه أدوية يعني احنا ماشيين الحمد لله 1000 مرة، الحمد لله. والنتائج ابتدت تبان على الأرض عشان ما تبقاش كلها أنفاق. قناة السويس دي معجزة بكل المقاييس، صحيح يعني أنا ما كنتش مصدقة وأنا بعديها في النفق.
الفترة الجاية في تطهير الترع والأماكن اللي هي كانت مصارف. مصارف، تحلية مياه زي ما شفنا في الجبل الأصفر. يعني أما تقعد تعدد حضرتك وتشوف قد إيه إحنا بنغير محطات في شكل الكهرباء مصر، والطرق اللي الغاز اتعملت والغاز والبترول والطرق والاكتفاء والكباري. الذاتي من وشفت النهاردة الغاز. حضرتك برضو افتتاح محور رود الفرج لما راح الرئيس يشوف حصل فيه إيه، ولما المتحف والمتحف المصري الكبير. المصري. يعني احنا بس نصبر شوية، حاجة بسيطة وفعلا البلد شكلها بيتغير، وده شيء يشرفنا كمصريين لسبب واحد احنا اللي عملناه. صحيح، لحد ما عمله لنا؟ استقدمناش حد لا ولا لا لا بفلوس حد تاني، خالص، ده احنا بجهدنا مصريين وتعبنا وتفكيرنا. بجهدنا وفكرنا. شفتي حضرتك من كنتي منورانا في الصالون، شفتي التقرير بتاع شارع 306 شفت لرياده انا الاعمال؟ حضرت الشارع ده، شفتي؟ ده جميل، انت لازم تزوره. لازم اشوفه، يعني جميل، المقصود عامل زي بالشارع ده البرومينيد اللي موجود في امريكا بالظبط. وفي فرنسا ولو تشوف الشباب وهم واقفين، وبعدين على فكرة العربيات معمولة بجمال شيك وفن قوي. رائع. والبارتيشنز والشياكة انا هقول لحضرتك والنظافة. الشارع ده هيتكرر في حتت كتير قوي. ايوه، يعني الافتتاح كان يوم الجمعة اللي فاتت، وكان موجودة السيدة وزيرة الاستثمار، وكانت موجودة الأستاذة نيفين جامع، وكان موجود السيد المحافظ واللواء العسار ومجموعة كبيرة من النواب. كنا مبسوطين، للشباب عايز يحس ان في امل لنفسه، صحيح، وانه يبقى رجل اعمال وانه يبتدي صغير واقف في ويكبر. حاجه نظيفه، واللي بيجوا بياخدوا منه حاجه بابتسامه، بعدين عارف هو لابس سعادتك، انا حلو. رحت بعدها بقى بيومين كمان، حاجه جميله لما ابتدى الشارع يشتغل بقى، الناس تروح والشباب الجمهور يقعد. بقى. فالحمد لله احنا ماشيين كله على التوازي، هل يعني نحلم، عدينا الصعب. نحلم يا فندم انه يبقى في يوم من الايام الخضار والفاكهه تبقى معموله كده زي مثلا الاسواق اللي بنشوفها في امستردام، في بروسلز، في يعني العواصم الكبيره، المحل اللي بيبيع مجوهرات زيه زي المحل اللي بيبيع فسيخ، عارف حضرتك، محل شكله انا شيك حقيقة والشارع اللي قدامه نظيف والناس لابسه كويس ماسكين جوانتيات. يعني لو رجعت حضرتك لأسواقنا القديمة، وخاصة في مثلا في مصر الجديدة، قلنا في ميدان الجامع، كانت الأسواق عاملة كده، أي مقفولة، محلات راقية، صحيح، الساغة جنب بياع الخضار والاتنين زي بعض، جنب الفكهاني وكلهم زي بعض. كل ده هيرجع واحدة واحدة، بس احنا ما نشوف الوقت اللي أنجز فيه ده، ده غير مسبوق. يعني الناس لما بتستغرب ونتكلم ونقول الإنجازات دي غير مسبوقة، دي حقيقة. لو مسكنا الورقة والقلم، أنا عندي كل اللي حصل في الفترة اللي فاتت. لما تقعد حضرتك أضحك شوية، أضحكك، أنا ساعات أقعد أقرأ اللي تم وبعدين أسكت، أقول بلاش لحسن نحسد نفسنا. أيوة، ما هو الرئيس قال كده مرة. ايوه، نحسد نفسنا ونرجع لورا تاني. ايوه، لا احنا بنتقدم الحمد لله. هل التغيير ده يا استاذه باسنت قدرته ايه؟ احنا دلوقتي ما بقناش زي زمان، زمان كانت الناس ممكن تقعد 30 40 سنه لغايه لما تيجي تشوف بعينيها، دلوقتي اي تغيير بيتعمل ممكن تبص تلاقيه موجود، العالم كله بيتكلم عنه. ايه قدره هذه التغييرات الجديه الجذريه اللي عملناها بجهدنا وتفكيرنا وفلوسنا كمصريين على انها تجذب بقى رؤوس اموال واستثمارات من المنطقه المحيطه ومن العالم كله؟ انا دايما احب اما اتكلم على الاقتصاد ابص على الكره الارضيه الاول، اي، وبعدين انزل على الاقليم، وبعدين اخش على مصر. صح كده، لو بصيت على الكره الارضيه هتشوف اضطرابات خياليه. اي، اوروبا داخله على وقت الله عصيب. يعينهم، عصيب، الله يعينهم، عصيب. ما كانش حد يصدق ان فرنسا تبقى مهدده بال على اوروبا كلها، انها ولذلك لما دعونا لمؤتمر اوروبا افريقيا، هو ده الدور اللي انا شايفاه. احنا هنلعب دور في الفتره الجايه كحلقه وصل ما بين اوروبا او العالم وافريقيا، عن طريق محور قناه السويس، عن طريق المناطق الاقتصاديه الخاصه. احنا هنلعب الدور ده، ولذلك هم دعونا. احنا مصر ليه؟ ما دعونا ليه؟ علشان الموضوع ده. انت هتلعب دور كبير قوي وانت مستعد. يعني واللي كان مركز ومستبق عمل الصين افريقيا، وعمل قمه ال20 افريقيا، مش كده؟ وعمل اللقاء اللي في النمسا الاخير. ما هو ده اللي انا اقصد، ده اللي كان اللقاء اوروبا افريقيا. اي، ده اللي احنا حضرناه، والسنه الجايه هنرأس الاتحاد الافريقي وهنلعب دور كبير قوي بعد في يومين ثلاثه على طول. كل سنه وانت طيب. وحضرتك المغرب حاولت انها تلعب هذا الدور بس ما نجحتش. ليه؟ احنا مستعدين، احنا الشغل اللي عملناه
خلانا مستعدين. صحيح. طبعا لسه في سكك حديد، ولسه في طرق، ولسه في نقل عن طريق النهر اللي هو النيل، والبنوك العالميه كلها الكبيره، البنك الدولي كده مستعد يمول. فانت هتلعب دور كبير قوي في الفتره الجايه كمدخل وكمخرج من افريقيا، ما حدش هيقدر يقوم بيه غيرنا. والاوروبيين اذا ما قدروش يخشوا افريقيا وينتجوا ويستثمروا في افريقيا، هم مش هيقدروا يستمروا، هيتفك اوروبا. صحيح. وهقول لحضرتك مشكله كبيره قوي، هم بيعانوا من مشكلتين ضخمين. الارهاب، وده طبعا العالم كله بيعاني منه. أي. لكن الاخطر منه الهجره غير الشرعيه. طب. الهجره غير الشرعيه مش انهم يروحوا لهم مهاجرين، المشكله ان المهاجرين دول فكرهم واخلاقهم وطبايعهم ما تنفعش في اوروبا. أيوة. فبيصطدموا الجيتو اللي بيتعمل ده، ما ينفعش، وذلك بيعزلوهم. دي مشكله اكبر كمان، هي دي اللي كنت هقولها لحضرتك، ان الكود بتاع المواطن الاوروبي ما بقاش هو هو بعد ما طلع الجيل التالت والرابع من الارهابيين اللي حضنهم في الخمسينيات. خلاص بقى دلوقتي انا فرنساوي وانا اللي برمي بالطوب. انت النهارده لما تروح فرنسا، مش حضرتك يعني، واحد من افريقيا ام يروح فرنسا، لا فاهم هم بيعيشين ازاي كده، ولا ليه، ولا عايزين ايه، ولا عارف يتاقلم، فبيبقى مشكله طبعا، فبيتقلب حقد. ولذلك انا كنت متضايقه قوي من انهم حاطينهم في، لكن هم معذورين، كانتونات والحاجات دي معذورين. بس ده شيء غير ادمي وما يقدرش يستمر. يعني شوف كده الرئيس لما مؤخرا قال انه احنا عندنا يمكن حوالي 6 مليون مهاجر، واحنا عايشين زينا زيهم، لا فاصلينهم في اماكن معزوله ولا كانتونات ولا معسكرات، ولا بنديلهم الاكل بالمنحه، ولا بنشغلهم في شغلانات معينه، لان احنا مختلفين، احنا دولة عمرها 7000 سنة. صحيح. انت تعودت اي حد يدخل عندك تهدمه. صح صح. وهو يتأقلم. صح. الاوروبيين مش كده، الاوروبيين يا تمشي على نهجهم يا تفرز منه، ما يقدروش. ولذلك دي بقت مشكله كبيره. فعشان اطمن حضرتك، الاستثمارات الاوروبيه داخله اوروبا، داخله افريقيا، داخله افريقيا، بس هتخش عن طريق مصر. عن طريق مصر. مصر هتبقى هي دايما اللي بتلعب دور المايسترو في الجزئيه دي. هل التنافسيه الاقتصاديه اللي بتتقاس كده من المؤسسات العالميه، قيل مؤخرا ان مصر تقدمت 58 نقطه في التنافسيه الاقتصاديه، هل فعلا يعني ده معناه ان احنا قدرنا نعمل تشريعات، قدرنا نعمل بيئه حاضنه للاستثمار، قدرنا نعمل طمانينه، قدرنا نعمل امن عشان المستثمر عايز يجي يعمل شركه او مصنع مش هيجي يعملها عشان يولع تاني يوم؟ لا، ما فيش مستثمر هيخش مكان إلا إذا تأكد إنه مستقر. بالظبط. ومش هيتأكد إنه مستقر إن أنا وحضرتك اللي هنقول، قول زي ما أنت عايز. هو عايز يسمع مؤسسات عالمية محايدة. صح. وذلك لما بتطلع عندنا تقارير عالمية، ليه التقارير بتبقى ناجحة بالنسبة لنا؟ لأنها المحايدة. ملوش مصلحة. مش أنا اللي بقول. صح. هم اللي بيقولوا. فيتشو ولا المؤسسات. فيتشو ولا كلهم. بلومبرج كلهم. دول بيقولوا عنك تقارير بالأرقام، وميزة الاقتصاد مؤشرات وأرقام. الاقتصاد مش كلام شعر، إنه إحنا بقينا حلوين بقينا وحشين. مفيش حاجة اسمها كده. ده مؤشرات. كل المؤشرات اللي عندك اتحسنت كلها بدون استثناء، سواء كانت البطالة، سواء كانت تضخم، عجز الموازنة، النمو مستوى الاحتياطي غير مسبوق. وبعدين داخلين على 45 مليار. الحمد لله. عندنا فرصة هايلة يعني. طبعا انا ما اتمناش ان اوروبا تتعب، بس ان تعبت هيبقى عندنا فرصة هايلة المفاوضة على الديون. هل بتشوف حلوة النقطة دي، مهمة جدا. مهمة قوي. يعني لو هم تعبوا هيدوروا في دفاترهم القديمة، فنفاوض بقى. اقدر ابيعها، اخدها ادفع بالنص. افاوض بقى. ايوه صح. وابتدي اشغل بقى في مركز قوة دلوقتي. اقدر اشغل كمان بقى debt to equity، debt to debt، debt to export. ابتدي استخدم بقى international tools. فروان عليا مثلا 50 مليار، هدفعهم 20. وهم مبسوطين واحنا مبسوطين. اي. او هدفعهم 50 بس باستثمارات في ارضي. واخد بالك ازاي؟ حلو قوي. اللي هي debt to investment، debt to equity، debt to debt، هصفي بيها ديون. او لا، خدوا بضاعه واسقطوا لي الديون. الله. يعني شراء. ده في فرصه حلوه قوي قوي طبعا، وانا متاكده. هل حضرتك كنت بتبصي، حضرتك يعني بتتمتعي بالمايكروسكوبيك فيو، النظره الكليه لازم دي. ما تقدرش تشتغل غير كده. هل لما كنت تبصي تقولي يا رب الدنيا مالها مش عادله كده، بلد مثلا يبقى فيها 100 مليون بني ادم، وبلد كبيره جدا وفيها مليون ولا 2 مليون، والباقي كله جايين من بره بيشتغلوا، هل بتشوفي ان ده
هيتخلخل الفترة اللي جاية بشكل ما، ولا هتفضل الدول منغلقة على نفسها لكن هي فرص الاستثمار اللي هتتغير؟ في دول شكلها من بعيد حلوة، مم. لكن في حاجة أغفلتها دول كتيرة، ما أغفلتهاش أوروبا، لكن مثلا الولايات المتحدة مغفلها خالص، اللي هي خليط الناس. اه طبعا مأساة، مش كده؟ هما طول الوقت جريت امريكا، مفيش حاجه اسمها امريكا الحقيقه. هم حاسين ان هم شويه ناس لموا مع بعض هم كده، قاعدين بيشتغلوا كويس مع بعض، محدش قادر ينجح. لكن برضو اما تخش جوه المجتمع طبعا التقسيمه دي مش مريحه، فكره الانتماء والوطنيه دي ما هم بينتموا للبزنس والفلوس بالظبط، ومش عيب، انما اقصد في حاجات تانية. يعني انا هقول لحضرتك حاجه، احنا كمصريين مثلا استقبلنا المهاجرين، استقبلناهم في بيوتنا، ودي ما تطلعش إلا من دولة عمرها 7000 سنة. صحيح. عارف يعني إيه ولاد ناس متربيين؟ أيوة. إحنا استقبلنا الناس دي وحطيناهم على رأسنا، لقلنا حطوهم في مخيمات ولا حوطناهم بسلك، زي مش عايز أقول حاجة مؤلمة، زي أنت بالظبط، ولا سومنا بيهم خالص، ولا سومنا بيهم، استقبلناهم تركيا. أكلوا من أكلنا وشربوا من شربنا وحاولنا نساعدهم، الصغيرين بنشغلهم في محلاتنا واللي بيبيعوا أكل بنشتري منهم. ممتازة، وأنا قلتها برضو مرة في لقاء ما كان عندنا السيد وزير المالية في المجلس، وإحنا استفدنا، واحنا استفدنا، استقبلتهم كده، مش عملت شغل، صح، مش شغلوا ناس، صح، مش فتحوا بيوت، عملوا مشاريع، مش عملوا مشاريع. في ناس جت من سوريا مثلا برؤوس اموال، وانا هقول حاجه، هو ده مش استثمار؟ طبعا. طيب وتدوير لعجله هم الاقتصاد. بقى عملوا الاستثمار عندنا ليه؟ لاستقبالنا بالظبط. في بلاد تانية ما استقبلتهمش كده، طبعا، صح، طبعا. لكن لما لقاك استقبلتهم كده، بنوا مصانع وفتحوا محلات وبنوا بيوت، صحيح، استثمار. مش احنا عاوزين استثمار او استثمار او كمان برضو دي بقى اللي بيقدرها الدول العريقة زي ما حضرتك تفضلتي، اللي هي كمان دول لما ان شاء الله دولهم تتحسن ويرجعوا طبعا تفضل علاقاتك مش بيهم عاملة ازاي، تبقى حضرتك انت الاولى في اعادة اعمار بلادهم. هيقعدوا عند، ايوه، هيقعدوا برضو مشروعاتهم عندك حتى فتحوا هناك بالظبط، ولو في إعادة إعمار زي ما تفضلت ليبيا حضرتك، وسوريا لك والعراق. الأولوية. لكن إذا أنت عملتني، أنا جيت هربانة على بيتك، قلت لي أنا هحبسك في عشة في الجنينة وما تطلعيش من الجنينة، صحيح، أو من العشة، خلاص هم عملوا فيهم كده. أنت لو حضرتك شفت المنظر بره، في تركيا غير مقبول، وفي ألمانيا، في ألمانيا، في ألمانيا، ولذلك دي كانت كانوا بيكلموني من هناك عندنا، يحكوا لي يعني الولاد، غير مقبول، حاجة مؤلمة. لكن احنا يعني مش عايزة امتدح نفسنا، احنا دولة أصيلة، صحيح، يعني تصرفاتنا، صحيح، شعب أصيل، صحيح، حقيقة. والناس ساعدتهم في الأول، والإنسان ما بينساش اللي بيحصل دوت، يعني الإنسان أنا في مرة المكو حتى كنت في تلفزيون عربي وبيقولوا لي يعني في الأول خاصة عرب جايين عندكم مشاكل، قلت له على راسنا. اتخض المذيع، قال لي، قلت له على راسنا من فوق، دي ناس محتاجانا، صحيح، اهلا وسهلا. وقلت له حتى يومها قلت له نقسم الرغيف معاهم، صحيح، على راسنا، صحيح. ازاي تقول لي هيجوا يعملوا لكم مشاكل؟ بالعكس، احنا عندنا ناس، الرئيس اخر مره قال من 59 دوله بسبب اضطرابات عرقيه، بسبب حروب، بسبب انه ملوش مكان في بلده، الافارقه نفسهم، افارقه. او شوف احنا دلوقتي عايزين نشتغل في افريقيا، طب ما احنا عندنا افارقه هنا، صحيح، استقبلناهم برضه، صحيح، وعلى راسنا، صحيح، ما عملناهمش وحش، بالعكس، عاشوا وانبسطوا واشتغلوا، دلوقتي ده رجعوا بلادهم بقى ونقدر نشتغل معاهم. فانا عايزه اقول انا مطمنه قوي للفتره الجايه، اولا لاننا ظبطنا البلد، أيوة، ودي كانت محتاجه سياسه نقديه وسياسه ماليه وقوانين وتشريعات، عدت زي ما انت عايز، أيوة، قانون افلاس وقانون سوق راس المال، يعني انا ما اقعد اعد، أيوة، ظبطنا الامور. الحاجة التانية ظبطت السياسة المالية وظبطت السياسة النقدية، ودول كانوا لازم يتظبطوا، تحرير سعر الصرف طبعا، وبقى عندك حجم احتياطي مطمئن، الحمد لله، تقدر دلوقتي تفاوض بيه، يعني شوف لأنه درجة بنوكنا حتى بقت لها ترتيب دولي ممتاز. وسمعت خبر هايل من البنك المركزي ان في 3 بنوك عالمية طالبة تدخل مصر، وعايز اقول لحضرتك انا بصفتي مصرفية دي اشارة ايجابية للغاية جدا، عمره البنوك يعني دي ما مش دام ناقصه اصلها تفتح عندك فرع، مدام وحضرتك كنت جايه، في مانهاتن في بالظبط، اعرق بنوك العالم، شفت، ما دام جايه يبقى هي شايفه اللي جاي وراها، هي مش جايه لنا. على ذكر بقى بنوك امريكا، ازاي قيمتي اللي حصل
في أسوأ ليلة كريسمس في تاريخ وول ستريت زي ما المحللين قالوا، بعد بيان بتاع مينوشن وزير الخزانة والتغريدة بتاعت ترامب اللي وقعت بسبب البنك بتاع الاحتياطي الفيدرالي ده. بص حضرتك، ما تستهونش بإدارة أمريكا للسياسة النقدية. يعني والله أنا من فترة وأنا عمال أقول خلوا بالكم هيرفعوا سعر الفايدة، وكان وقت ما كان في صراع شديد قوي بين أمريكا والصين، وأنا قلت لهم الصراع ده ينتهي بجرة قلم لو الفايدة ارتفعت في أمريكا، هيبقى لصالح أمريكا. وده اللي حصل. صحيح رفع سعر الفايدة أثر على الأسواق، على سوق رأس المال، بس من ناحية تانية شد كمية دولارات لأمريكا، وشد كمية استثمارات في أدوات الدين الأمريكية، ودي ممكن تأذي أوروبا أذية مش هي بسيطة. أمريكا دايما بتعتمد على أنها قادرة على أنها توجع أوروبا، توجع أوروبا والصين. ولذلك أنا بتصور الفترة الجاية الشكل العام للعالم هيختلف. أوروبا هتختلف خالص، هتواجه مشاكل ضخمة قوي قوي. ويعني استغفر الله، انا ما اقصدش ان انا يعني مبسوطه، لكن ده هيقف لصالحنا. الدور اللي هنلعبه كحلقه وصل للدخول والخروج من افريقيا، ده هيبقى برضو دور هام جدا، وخصوصا مع طريق الحرير. فالفتره جايه بالنسبه لنا بعد الشغل الضخم اللي عملناه، اعتقد ان مصر هتتغير خالص. يعني هنشوف ايام الحمد لله احنا تعبنا كتير قوي، لكن هنشوف ايام مختلفة خالص على المستوى الاقتصادي. هل قريب يا فندم، يعني خليني ده آخر سؤال، وده دايما يعني محل اهتمامي لما بلتقي حضرتك وخبراء آخرين في الاقتصاد، هل قريب؟ بعض المحللين قالوا نص 2019 آخر عبء مادي في آخر فاتورة دعم، يعني ارتفاع للوقود والحاجة الأسعار. ما أعتقدش حتى أن قد يتأخر عن كده، ما أعتقدش أن احنا هنعمل ارتفاع تاني، لكن أنا عايز أقول لحضرتك أنه آخره 2020 هنبقى فعلا عدينا بقى خالص الدوشة، والبلد هتبقى شكل تاني خالص، سواء كان من مؤشرات دولية أو من مستوى معيشة المصريين. وبرجع وأكرر تاني، اللي بيحصل في العشوائيات دي نقلة معجزة غير مسبوقة. صحيح. شوف حضرتك بقى القاهرة بعد إن شاء الله بعد ما نخلص اسكندرية، القاهرة وراها على طول هتبقى مدينة خالية من العشوائيات. ده مستوى معيشة تاني وإنتاج تاني، وشفت حضرتك مولات ومحلات ومصانع، يعني أنت مش بس بتقول لهم تعالوا من العشة اقعدوا في شقة، ده حياة تانية فيها إنتاج، مدارس ودور عبادة وفي شيء ومساحات كمان عاوز كبيرة. عليه يعني عارفة حضرتك كريمة. الطفل اللي هو بيعاني إن هو بالعشرين والخمسة وعشرين مرميين في أوض صفيح، وبعد كده يفتح عينه على اتساع، يعرف يجري، وبعدين عاوز يعرف أقول يلعب. لحضرتك الشيء المهم قوي كمان، إن استراتيجية الأمن الغذائي بتطبق بمنتهى الاحتراف. أيوة. يعني زي ما ابتدينا بالأسماك، ثم ابتدينا بتربية المواشي، ثم دلوقتي بالزراعة خضار، ففي خلال سنة ونص بالكتير هتبص تلاقي مصر اكتفت وصدرت. حلو قوي. فده تغيرات ما كنتش عندنا خالص. احنا كنا بنستورد، ولا زلنا لغاية دلوقتي 80% من القمح، 100% من الزيت، 65% من الفول. انا دايما بدي المثل ده طبقنا الأساسي. بنفطر ونتغدى ونتعشى بيه، ما ينفعش نستورده. يقال انه هيغلى في اول 19 عشان استراليا اللي كنا بنستورد منها في مساحات كبيره فيها مشكله. لا زرعنا زي زمان بقى خلاص. فانت لازم ترجع تاني، هو دي الخطه اللي محطوطه، انك هترجع تاني زي ما نقول ايه، سله غذاء العالم. مش بقى نقعد نستورد من وبعدين احنا فكره الصوب ادتنا قدره ان احنا نزرع بسبعه الى عشر اضعاف الزراعه المكشوفه. ولسه حضرتك انا زرت كمان محطه الجبل الاصفر لتحليه المياه. تحليه المياه هتدينا فرصه نزرع مساحات شاسعه ما كناش بنزرعها. ففي تغيرات كتيره في الطريق، تطهير الترع والمصارف، كل ده هيظبط امور كتيره قوي. فعشان ارد على سؤال حضرتك، اخرنا فين؟ النص الثاني من 2019 نبتدي بقى نحس بان احنا شمينا نفسنا. الحمد لله. يبقى لازم اسال حضرتك السؤال اللي بعد الاخير. اتفضل. هل احنا يعني دي حاجه احنا ما كناش بنتكلم فيها بقالنا يمكن 4 سنين وشويه، لكن لابد ان احنا نناقش نفسنا بوضوح. احنا تهممنا واستلمنا همه من شخص اسمه عبد الفتاح السيسي بصراحه. فهل احنا استطعنا ان احنا نعمل جهد مؤسسي بحيث اذا اوفى عبد الفتاح السيسي بما وعد انه مش هيقبل بعد فترة تانية
هل تستطيع مصر أن تضمن أنها تسير على الاتجاه الصحيح؟ لأن إحنا ما كناش بنشوف رئيس ده سؤال ممتاز. بيعمل زيارات الفجر قبل ما يسافر النمسا ويروح يحضر مع الكليات العسكرية بالعجلة والحاجات دي. هو بيدي قدوة لأسلوب إدارة ما كانش موجود. يعني لما يسأل المحافظ ويسأل اللي أقل عندك دخل قد إيه، هو بيحاول يحط نظام عمل إداري ما كانش موجود. صحيح. وأعتقد أن على بقى إن شاء الله لما الفترة تخلص تكون الناس فهمت أنك أنت لما بتاخد مركز مش كل شغلتك أنك تقعد في المكتب ويعظموا لك في الدخل أو الخارج. صحيح. لا، أنت وراك 600,000 حاجة، وزي ما تفضلت حضرتك يبقى جاي من رحلة طويلة ويروح هو بيدي مثل. أيوه. هو مش محتاج يعمل ده كله، لو كان الكل بيشتغل كانش محتاج يعمل الهده دي. صح. لكن هو عايز يدي للناس مثل، عايز يختصر وقت كمان. هو كثيرا ما يتحدث عن فكره العمل. اختصار الوقت. طبعا. نشتغل بشكل علمي، واللي بره زي ما حضرتك عارفه وعشتي انا. طبعا. بعد وقت العمل بتاعي ما اشتغلش دقيقه، اشتغل لصالح مين ولا بكام. لكن لما يبقى البلد عايزه تقوم بسرعه لازم افتدي الوقت. لا، والحمد لله انا مش هقدر برضه اقول كلمه انه لولا برضه استعانته بقوات المسلحه طبعا ووزاره الداخليه في حاجات كتير ما كناش قدرنا نعدي المرحله دي بالسهوله دي. لان هم عندهم ضبط وربط. انا دايما اقول بقول اقدر ادعي ان البنوك اللي انا عملت فيها، البنوك الامريكيه عندها ضبط وربط، مش عايز اقول اكتر من الجيش. زي الجيش. لكن لولا ذلك ما كانتش نجحت. ما احنا نأمل بقى ان العدوى دي تنتقل. انا بتصور ان الجيش نفسه ما كانش يتصور ان هو قادر على اداء كل هذه المهام في وقت واحد. يعني تأمين حدود، تأمين منشآت، تغطية احتياجات اذا كان امن غذائي، بنى عمارات، اشتراك في طرق، عمل بوابات، مستشفيات. يعني بس موضوع انجزه. انجزه طبعا. شفت بقى ازاي؟ ولذلك انا دايما اقول احنا كمصريين لو عندنا ادارة سليمة وظبط وربط نقدر ننجز قد كده 5,000 مرة. والدليل تاريخنا. صحيح. وتاريخنا ده مستورد؟ لا طبعا، تاريخنا قدرنا قبل كده الحمد لله. بشكر حضرتك كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. يعني ان شاء الله كده السنة الجاية نتقابل في وقت احسن بكتير. اكيد انا يعني يمكن يعني وانا بختم مع حضراتكم يمكن سعادتي بيضاف لها سعادة اني فضلت قاعد على الكرسي ده لما شفت كل الكبار اللي كانوا بينورونا بآرائهم، قد ايه كانوا متضايقين، قد ايه كانوا شايفين انه بنشتغل بطريقه بعيده قوي عن الصح. حضرتك فاكر طبعا. وقعدت لغايه لما شفت انتوا راضيين وحاسين ان احنا على اساس سليم بنشتغل بطريقه علميه. صح. وبننجز بسرعه وهنتقدم وقريب قوي فيه. والرساله وصلت للمصريين. الاول المصريين كانوا بيجادلوك. كل ما تقعد تتكلم مع حد يقول لك طب والسكر والشاي والعيش يا جماعه كل ده هيجي بس نشتغل. صحيح. واخد بالك؟ صحيح. الحمد لله. شكرا جزيلا يا فندم. اهلا وسهلا. كل سنه. يعني من احسن الحلقات اللي بنختم بيها 2018 هو امل ورجاء في بكره وفي القدره اللي ربنا اداها لنا وفرحنا بيها وايقظ فينا قدرات جديدة يمكن علشان نستمتع بمصر القادمة لينا ولأولادنا. كل سنة وحضراتكم طيبين. هنخرج دلوقتي للتسبحة اللي كلمت حضراتكم عليها بحضور قداسة البابا مع الشباب في الكاتدرائية المرقوسية بالعباسية. وبالنسبة لنا نشوف حضراتكم بكرة على كل يوم الحد على خير في النور إن شاء الله. الحقيقة تبان.